قبل موعد ذكرى النكبة الفلسطينية بأيام قليلة جدا، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار بيوصي مجلس الأمن الدولي أن يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وكانت نتيجة التصويت بصراحة مفاجأة للكل، كانت موافقة 143 دولة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 دولة عن التصويت. القرار ده بيعكس أن هناك إجماع وتوافق دولي على الحقوق الفلسطينية وأن يكون لها الحق الكامل في عضوية كاملة في الأمم المتحدة. قبل موعد ذكرى النكبة الفلسطينية بأيام قليلة، اتجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بموافقة 143 دولة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت. القرار في مضمونه يفسر أننا أمام قرار يحدد طرق أعمال الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة بمشاركة دولة فلسطين اعتباراً من الدورة رقم 79 للجمعية العامة، وهو الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط، إضافة إلى الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما. وهنا سوف تتمكن فلسطين من المشاركة في تقديم مقترحات وتعديلات، ولها الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما، والحق أيضاً في أن يتم انتخاب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها. نجاح التصويت على مشروع أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة يؤكد أننا أمام قرار إيجابي يوثق أن هناك عدداً كبيراً من دول العالم تقف بجانب فلسطين والقضية الفلسطينية. واعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة لهذا القرار يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالأمم المتحدة بموافقة 143 دولة، فبموجب القرار الحالي فلسطين يمكنها التواجد بين الدول الأعضاء في ترتيب أبجدي، كما يمكن للسلطة أن تطلب طرح المقترحات للتصويت وأن تطلب إدراج البنود في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه مكاسب ستساهم في زيادة فاعلية فلسطين على الصعيد الدولي.